والتواب. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم، وسلاما على البشير النذير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه وكرمه ربه ومولاه وأعطاه ربي حتى أرضاه ورفعه إلى الحضرة القدسية وكلمه ربي جل في علاه. وبعد التكريم والتعظيم يخاطبه ربنا تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. اللهم صلي صلاة تطمئن لها القلوب وتهدى لها النفوس عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. وصدق من قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لثراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون من وصفك وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك إله العرش يا علم الهدى ما اشتاق مشتاق إلى مثواك. أيها الجمع الطيب المبارك، تحية من عند الله طيبة عطرة مباركة أبثها على مسامع حضراتكم جميعا، والتي قال عنها ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فسلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته في ليلة التكريم لأم كريمة صعدت روحها إلى رب كريم، حرم المعلم صبح علي والسيسي، ووالدة كل من المعلم سمارة السيسي والمعلم سليم السيسي والمعلم صبح السيسي. شاكرا على لسان الأبناء الأعزاء وجميع العائلة الكريمة إلى كل من حضر ليواسينا في رحيل الأم الغالية عليها رحمة الله، والتي قال عنها سيدنا صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت الأم نادى مناد من قبل الله: يا ابن آدم لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل لنفسك خيرا نكرمك من أجله. استهل هذه الليلة القرآنية المباركة بطيب الكلم وخير ما نزل على سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أنا وهو القرآن الكريم. نعيش سويا بهذه التلاوة القرآنية المباركة لذلكم العلم القرآني الإذاعي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية فضيلة العلم القرآني مولانا الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ والمقيم بمدينة الزقازيق. أسأل المولى العلي القدير أن يفيض عليه ربي بالقبول، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان ضعيفا. إن الله كان بكم رحيما. Thank you.
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله
إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فأعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يوفق الله بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يا حبيبي
واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن
الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. من سورة النساء استمعنا واستمتعنا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام بهذه التلاوة القرآنية المباركة لذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد قارئ اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. في ليلة التكريم لام كريمة صعدت روحها الى رب كريم حرم المعلم صبح عليه والسيسي ووالدة كل من المعلم سمارة السيسي والمعلم سليم السيسي والمعلم صبح السيسي. شاكرا على لسان الابناء الاعزاء والعائلة الكريمة الى كل اصحاب الواجب الذين حضروا ليشاركون واجب العزاء. سائلا ربي تبارك وتعالى ان يجعل ثواب كل آية تليت علينا نورا يتقطر على قبرها فيكون روضة من رياض الجنة. كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى صاحب الهندسة الصوتية الاذاعية المتنقلة ادارة البشمهندس احمد السباغ ابن قرية بنتف. الشكر موصول لصاحب واجب الضيافة والخدمات المتنقلة ادارة المتر محمد القط المقيم بالربامية. كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى مخرج الروائع القرآنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشمهندس ناصر صلاح البشمهندس صلاح ناصر صلاح. ايها السادة الاعزاء كما اتقدم بخالص الشكر والتقدير الى السادة القائمين على جمعية تنمية المجتمع ببنتف. شكر موصول للمرة الثانية على لسان العائلة الكريمة الى كل من حضر ليواسينا. حقا لا يعلم قيمة الرجال الا الرجال. ايها السادة الاعزاء شكر الله سعيكم جميعا ولا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم وسبحان من له الدوام.